أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محدودة من الأمطار. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم: يسود الطقس مستقر صافي 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة: نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 19 إلى 9، تبوك 22 إلى 10، وعرعر 19 إلى 9 درجات مئوية مع طقس غائم جزئي. المنطقة الغربية: مدينة جدة طقس صافي 31 إلى 23، المدينة المنورة 28 إلى 18، مكة المكرمة 33 إلى 21، والطائف 23 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 18 إلى 10، أبها 20 إلى 10، وجازان 30 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام طقس صافي 25 إلى 13، حفر الباطن 23 إلى 12، الإحساء 26 إلى 11. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى: العاصمة الرياض طقس مستقر ومشمس 23 إلى 11، بريدة 20 إلى 9، وحائل 19 إلى 9 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.